ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. الأمطار تتسبب في انهيار قنطرة. شهدت منطقة بني عروس الجبلية في إقليم العرائش انهيار قنطرة على وادي ومراس الكبير بالطريق الإقليمية رقم 4405 بسبب التساقطات المطرية، وقد أدى هذا الانهيار إلى عزل عشرات القرى التابعة لجماعة بني عروس. نداءات المواطنين لإثارة انتباه المسؤولين المحليين لهشاشة البنية التحتية ارتفعت، حيث أكدوا أن القنطرة المنهارة كانت المنفذ الوحيد لتلك القرى، وتحدث مواطنون عن حالة من العزلة التامة وتوقف حركة السير لثلاثة ليالي متتالية، مما أثر بشكل كبير على الحياة اليومية والوصول إلى المؤسسات التعليمية والخدمات الضرورية، في ظل غياب تام لتدخل فعال من قبل الجهات المعنية، حيث طالبت الساكنة بضرورة تشكيل لجنة للوقوف على الاختلالات والعمل على إصلاح القنطرة في أقرب وقت ممكن لفك العزلة عن المنطقة وتخفيف معاناتهم.